حقيها قلها ده حسب كولمية مصطفى محمد يونس مصطفى وحدة أي حملها قلها ده حسب الحاكم ككولمية وجب باقين ما أنت أحدا طبعاً بيش الله بعد أي مادان حرونت جودة حسب ككولمية سأي هلك هو قاتان كارر كايكيب جليان شركة قلها ده حسب ككولمية كقب سومي دونا مجال البورما صدق الله بعتنك إلا يافر الله بعتنك بيش فيبروري إيش النضال الله بعد كون إيه سقالي طبعاً وحنو يريا إن هلكن حرونت يمادان لما نحبناها قلها ده حسب ككولمية طبعاً بيشة أو أحدا سيدة الصبح نمو أنه هلكن كبلاب الدونو شغدي كار بحنتا وقف وليبا وصوق عادن دونو لابا صور وصوق عادن دونو شغد أسو أنه هلكن كواد الدونو حرونت ده حسب ككولمية طبعاً عشو وكبلاب طبعاً بيشة إلا لاباتن كا بيشة sidaas awgeed qof waliba waa inuu yimaada si uu u qaato kaarkii xarunta xisbiga ee kulmiye si uu u tago marka dambana 23ka iyo 24ka shirka ka dhici doona magaalada Boorame ee ujeedadiisu ay tahay inaan halkan kaarka ugu sii sameyno